السلام عليكم خشقجي. اليوم الموضوع ديالي على اكثر ناس تنتعاملوا معاهم في حياتنا اليوميه. اول واحد نبدا لكم به هو الجزار، اكبر عنيبه حرش على وجه التاريخ، عنيبه ولكن حرش ولد الجد. عرفتي لو وقفات عنده شي دريه ناري مع ديك الحروشيه ديالو، تيبدا يدير شي تصرفات ما عاديينش، يدخل وسط الثلاجه تيهز بقره فوق كتافو، تيخرج تيحطها لها فوق الكونطوار، زعما راه كاينه القوه. تيبدا يحل في المجرى ويسدو، زعما راه كاينه الفلوس. هي شريه من عنده 300 ريال تكفته، وتيقول لك اللي خدام معاه سردي مع السيده الكفته تاع الطوموبيل، حطها لها في الكوفر وبقى معاها تتمشي، زعما راه عندي الخدم ما تخافيش. كاين اللي هادي تسخر علينا وشي دخلات عنده ولد الجد، تيقول لها ما تبقاي قاعد تخرجي في هذا الصاد هذا، ها كاين مرتي وبقيت صوني ليا، خاصك اللحم نجيبو لك الدار. عمرو قال لها شي دري هادي نجيبو لك تال الدار، ما عمرك تسمعها منه انت دري. الا كنتي دري وفاتا قال لك هاد الجمله ديال نجيبو لك تال الدار، عارف يا اما امك ولا اختك اللي تتحل الباب. نعس عقلي. تاني وحدينا الخوت غادي نهضر عليهم، هما موالين الدجاج. هادوك ماشي موالين الدجاج اخوان، انا تيجوني موالين الدبان، وانا عرفتي النهار كامل هو تي الدبان بزاف، الدبان اكبر من ايمان الشميطي محطوطه عنده فوق الدجاجه، ما تعرف شنو هيعبر ليك. وديما فيهم واحد القاعده، ولاد جدد موالين الدجاج، تقول لي دير لي واحد 150 ريال ديال الدجاج تيحطو في الميزان، تيقول لك فيها 10 دراهم اش بالك نخليها. علاش تحرجونا ولاد الجد؟ علاش تحرجونا؟ علاش عندكم اول خضار؟ تقول لي دير لي رابعه البصله، تيقول لك زيد جوج بصيلات كمل نص كيلو. رابعه ولاد الجد رابعه نص كيلو تخلصو من جيبك؟ قلت لك دير رابعه، دير رابعه ما تبقاش تزيد من فمك، عارف باغي تبيع راه تبيع ان شاء الله، وكيما تبقاش تزيد راعيو راعيو يا ولاد الجد، راه نولي تنكمي الموستيكير. من طبيعة الحال نكملوا على الخضار، الرجل الوحيد اللي تيعرف الفرق بين القزبور والمعدنوس. بغيت نفهم واحد الحاجة إخوان، إلا كاين شي واحد يشرحها ليا، هو علاش فلفلة خضراء وفلفلة ليمونية وفلفلة حمراء تيتغير الثمن ديالهم على حساب اللون؟ فلفلة خضراء ب 4 دراهم، فلفلة ليمونية ب 8 دراهم، علاش الليمونية تتسقيوها بنكتار يا ولاد الجد؟ راه فلفلة فلفلة، راه نفس الزراعة، راه فلفلة، راه فاش تذوقها تذوق فلفلة ماشي تذوق الكاكي. اولاد الجد يا ولاد، وتجلس مع خضار تيبدا عليك المعيشه صعاب، نتوما اللي مصعبينها اولاد الجد، نتوما اللي مصعبينها علينا. خيزو ب 140، الله واخا نكون انا مارس بيه الفحشاء والمنكر. بصله وليتي الا شريتيها تتبكي قبل ما تقشرها. بطبيعة الحال اخوان ما نساوش التريتور، منسق الحفلات، داك الشخص اللي تتمشي عنده باش يصاوب لك عرسك، داك الشخص نيت اللي تتضارب معاه نهار عرسك. ولد الجد فاش تجلس قدامه النهار الاول تيبدا عليك بشي خيال، غندير لكم الدخله بلا غاماني سي تاتواغ، وغادي نطلع له فون كلو مونوغابل دو سون دو زوغو مونوغابار طالاميس تيخرج لك من فمه، انت ما فاهم والو. في الاخر نهار العرس الكراسه ما تيجيبهم قادين، الكراسه ما تي الليل كامل وحنا شي تيشفر لشي في العرس كراسه، مع تتنوض تبي تشطح تتلقاه جلس باقي الله وقفتي تدوز من تحتك بنادم. يجيبك ولد الجد حدا مراتك وتيبدا عليكم، عمرني شفت شي جوج مفاهمين بحال هكا، ما شاء الله الله يكمل عليكم. اصلا تيكون هو سبب الطلاق ولد الجد، هو اللي سببكم في الطلاق، تيحرجك ولد الجد قدامه. تيبدا عليها كاينه واحد العماريه دايره ب 800 درهم، ولكن ماشي من مقامك لا، ماشي من مقامك حاشا، انا تنقترح عليك ديري واحد العماريه عندنا ب 3000 درهم ملكيه، تباني فيها كي الفراشه، ماشي من مقامها جيب لك هو الاميره ديانا ولد الجد. طيب تعاونوا مع الشباب ما تبقاوش تحرجوهم. ناري ناري انت شحال طلعت الاثمنه يا اخوان؟ انت اصلا داركم مزوجين كيفاش دير عقلك؟ هو تيبي يحزق لك العقل ديك يبدوك الاثمنه قينوه، عارفك ما تقدرش تقول لا قدامها تحرج، ما تبانش ولد الكبراني لي فلوغ لي كنوع ني ني اللي قالها تدي ليا ما خاسره والو هي. اصلا هو نهار تيتزوج الله ما تيدير العرس، هذا الميكروب هذا فاش يتزوج ما تيديرش العرس، واخا داك الشي فابور والو نيشان تيجيب الطلبه تيسلم ذاك النهار هو اصلا. قولي جيب لها مينصال، راه هادشي باش تنقول لكم اولاد الجد، راه بنادم راه يكون هافيليل ديال الحوايج معلق في شي فولار ديال شي اخوانيه ولا هاد الحس. من اكثر الناس تنتعاملوا معاهم في حياتنا اليوميه اخوان الميكانيك، حتى هو هاد ولد الجد هذا انا شخصيا تنحس بيه بحال مراتك، مع تطيح في ديك الفلوس تطيح لك الطوموبيل اون بان وخاصك تجيبها ليه باش تذوقو من دوك الفلوس، تقول متفق معاه ولد الجد ضروري تخسر لك الطوموبيل الا كنتي شاد الفلوس، مع تتخلص مع تتخسر. اللي ما فهمتش انا في الميكانيسيانات، علاش اخوتي ما تحلوش كراجات في بلايص اللي الطريق ديالهم مسرحه؟ علاش تمشيو ولاد الجد تحلو ورا سطاجات ديال سوبر ماريو؟ شي حفاري تتلقاه في الطريق عنده داك الميكانيسيان اخوتي ناري، مطفيات ماشي حفاري، دودانات نورمالمون فاش تطلع من الدودان وتهبط خاص الدوله تلقاها دايره لك بلاكه كبيره مكتوب فيها هوبلا ترى تطلعني يا صاحبي، وانت تولي تفكر فاش ديالي في الرجعه تعاود تخسر لك الطوموبيل.
حلو في بلايص زوينين، الله يستر عليكم. ودوك الحفار الله الا تنحس بهم نتوما تمشيو تديروهم، لان عارفين حنا الحفار ديال الدوله ديالنا عارفينهم. شوف الحفار هذيك بجق طق، فهمتي؟ مونتيسور الميكانيكس بحال العظيم فيه واحد القاعده ضروري خاصو يدخل لك تحت الطوموبيل واخا ما يكون فيها والو. علاش؟ باش منين يخرج يعاود يدخل فمك في الثمن. من طبيعه الحال اخوان ما ننساش مول المصبانه، عندي ليه جوج اسئله دخون هذا وصافي ما نهضروا عليه ما والو. بغيت نسولك اخويا عافاك، كيفاش تدير تحيد المسكه والزيت وداكشي اللي ما تيحيدش من السراول؟ كيفاش تدير؟ اشرح لينا الطريقه. الله يرحم ليك الوالدين، راه قهرونا في التلفازه بهاد المسحوق واعر، هاد المسحوق واعر. تيشدوا لك تريكو ابيض وتيعمروه بالغيس، تيخويو عليه بركاسه، تيلوحوه من الجبل، وتيشدوا داك المسحوق تيكبوه في بانيو، تيغطسوا داك التريكو اللي عمروه لك بالغيس حتى هو في نفس البانيو، وتيجبدوا تريكو اخر جديد وتيوريو لينا. واه بلق. وفعلا تنمشيو تنشريو داك المسحوق، تريكو تيتوسخ شويه، تتشدو تدير داك المسحوق في بانيو، تتكب عليه الماء، تتخشي تريكو حتى هو في البانيو، تتجبدو تتشوف فيه، تتكتشف بالله خاصك تمشي تشري حتى انت تريكو اخر. في الاخر تنوضو تقولو تيكذبوا علينا في الاشارات، راه داروا جوج تريكوات اولاد جد، بيتي هما داروا جوج تريكوات، تتخشي تريكوك وتجبد تريكوك مقاد، انت خاصك تمشي تشري تريكو اولاد كيما شرا. الناس عارفين. السؤال الثاني اللي عندي المول مصبانه هو واش اخويا تتصب لي حوايجي ما حوايج عباد الله؟ خير وحدينا اخوانا نهضر عليهم هما صحاب التليفونات، اقسم لكم بالله اخوان كون جمعتي الفلوس اللي خاسرانا في حياتي على الكتمان كون دابا عندي شي داسيا. هادو اللي مليوحين حدايا، ها عرفتي معناتها تمشي عندو تيبدا عليك. هادو ب 20 درهم عاديين، هادو ب 30 درهم شويه، هادو ب 70 درهم دوريجين. تناخذ من عندو دوك ديال 70 درهم تدوز سيمانه تنكتشف بالله التخويره اللي دار ليه هي اللي دوريجين ماشي الكيتمان. عمرو باع لك الكيتمان دوريجين ولد والحياه زعما يا ولاد الجد، يا ولاد الجد تيبيع لك كيتمان دايرين بحال بنادم، سيمانه تيبانو على حقيقتهم. قرب الى رجع للتقاشر خانزين ولكن تيفوت الصاد. اخوان شكرا شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، اقسم لكم بالله العلي العظيم داكشي هو اللي تيخلي بنادم يتموتيفا ويزيد هكا ويبغي يخدم ويبغي يدير. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش جيم بارطاج كومونتير، وكما باقي مسانديني كما باقي حتى انا ان شاء الله نزيدو في الجديد والابداع ان شاء الله. صحاب الفيسبوك صحاب الانستغرام ها لاشين يوتيوب ديالي هطلع لكم دابا في الفيديو، دخلوا طابي وعزين فتوحي وتابوناو مع اخوكم. تحياتي لكم، كنبغيكم كاملين كاملين.